بالنسبه لفريق الوداد الرياضي فهو فريق كبير، ما يمكنش تكون يمضي شي موسم وما يحققش فيه شي لقب. فهاد ما مسموحش اي غلط، ما مسموحش في هذه الفتره، لان الجمهور الودادي عامه ومحبي ديال الفريق ديال نادي الوداد الرياضي، وحنا كمحبين وكغيرين على الفريق ما نسمحوش باي غلط في هذه اللحظه، لان ملي كتوصل كيف كنقولوا المراحل الاخيره من الموسم فخص ما يكونش انك اغلط. وكنتمناو حنا تيقنا كبيره في الفريق باش على الاقل يحقق، زعما كنتمناو يحقق واحد لو ماكسيموم من الالقاب في هذا الموسم ان شاء الله، وحنا تيقين فيه وحنا معاه كيف ما كانت النتيجه ان شاء الله.